أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا المحلية لنهار اليوم. والبداية بقطاع التربية، موازاة مع الإضراب الذي يهز القطاع، يدرس أطفال في عمر الزهور داخل أقسام أشبه بغرف تبريد بمدرسة بوراس عمار بقرية رأس الماء ببلدية عزبة بسكيكدا لانعدام التدفئة بالحجرات التي تآكلت أسقفها وجدرانها. لكن الأدهى والأم والأمر الذي أجج سخط أولياء تلاميذ هذه المدرسة هو تناول أبنائهم لوجبات باردة في عز الشتاء. الزميل محمد حمد زار المدرسة وأعد التقرير التالي. يعاني مئات التلاميذ بمدرسة بوراس عمار بقرية رأس الماء ببلدية عزابة في ولاية سكيكدا من انعدام شروط التمدرس بهذه المدرسة التي تآكلت كتامات أقسامها المهترئة أصلا، بالإضافة إلى حالة ساحتها التي امتلأت بالمياه العادمة. وما زاد الطين بلة وأغضب أولياء هؤلاء التلاميذ هو تقديم وجبات باردة لأبنائهم الذين يدرسون داخل أقسام أشبه بغرف تبريد بسبب انعدام التدفئة، وضعية أجبرت سكان القرية على مناشدة والي الولاية الذي زارهم مؤخرا إلى دخول المدرسة في زيارة فجائية. يقول كون تروح ليها كارثة، شي يحصل صغير يدخل فيهم يحصل باش يدخل يحصل ما يديروا لهم كرافي، تشوف هنا ما كان حد شي يخرب، واحد يمدوا لهم روبا فروا. والي الولاية الذي لبى نداء السكان تفاجأ لما وجد عليه المدرسة وما يقدم للمتمدرسين بها قبل أن يأمر بتغيير الوضع على الفور. هما كياكلوا وجبات سخونة، واللي يصدق عليهم يحبس، تفتح المطاعم وياكلوا لها، هذا ما يكونش أولادكم ياكلوا لهناك ويفتحوا المطاعم. يحدث كل هذا رغم أن الدولة ترصد كل سنة أموالا طائلة لأجل التكفل الأمثل بالمتمدرسين، لكن وفي ظل عدم قيام الجهات الوصية بواجبها جعل تلاميذ 64 مدرسة يتناولون وجبات باردة في عز الشتاء بولاية سكيكدا. في نفس القطاع سيعكف عدد من المستشارين الرئيسيين المختصين في التوجيه والإرشاد المدرسي على دراسة ميدانية بولاية بشار للتكفل بحالات العنف التي شهدتها المؤسسات التربوية بالولاية. تفاصيل أكثر مع نور الدين مصري. خلال هذه الأيام اللي راح الدراسية اللي راح تكون في ولاية بشار طيله فترة 15 يوم ممتدة من 16 إلى 27 فيفري، راح نقوم بمجموعة من الدراسات في المؤسسة التربوية ابتدائي متوسط وثانوي. راح تكون هناك ملتقيات وطنية أو ربما ملتقيات دولية لوضع استراتيجية وطنية للتكفل بهذا الظاهرة على مستوى المؤسسات. خلاصة الأمر تكمن أننا في بصدد البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى تكاثر العنف في الوسط المدرسي على ثلاث مستويات أو ثلاث أطوار اللي هي ابتدائي متوسط وثانوي. يعتبر هذا اليوم دراسي، إذن أول يوم يلتقي فيه مستشاري التوجيه المدرسي والمهني التابعين لولاية بشار ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني لكل من ولاية طارف وولاية أدرار، وتعتبر يعني بشار من الولايات النموذجية التي اختيرت لدراسة العنف في الوسط المدرسي، والمستشارين موجودون هنا للتكفل بهذه الحالات ودراسة ميدانية. سوف ينزلون إلى الميدان ويقوم بمقابلة هؤلاء التلاميذ الذين يعانون من بعض الصعوبات. في موضوع آخر، أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي دعمه للجمعيات البحرية وخاصة للمبادرات التي تصب في خانة الحماية والمحافظة على المحيط البحري. هذا وقد تم إعادة فتح سوق الجملة لبيع السمك بعدما تم غلقه لتهيئته، كما تم افتتاح المركز البيداغوجي للجمعية الإيكولوجية البحرية بربروس بميناء وهران. من جهة أخرى سيتم تدريب وتكوين الأطفال في ورشات بيداغوجية تعرفهم بثروات البحر الأبيض المتوسط. المزيد مع صوفيان معمر. لأن كاين كثير من الجمعيات الموجودة على المستوى الوطني تلعب أيضا دور في البيئة، تلعب دور في التوعية، تلعب دور حتى مع الصيادين. اليوم كاين مشاريع لتهيئة بعض المناطق لتكاثر الثروة السمكية. C'est un projet unique dans son genre et c'est le premier en Algérie. C'est les supports pédagogiques en arabe. On a eu beaucoup de difficultés à les trouver et alhamdoulilah aujourd'hui le ministère s'est engagé à nous les fournir.
في الشغل، تمكن شباب من ولاية الطارف من الحصول على مشاريع إنمائية من في مختلف القطاعات بالولاية من خلال أجهزة التمويل المتعلقة بالأنساج، حيث أسسوا جمعية ولائية شباب الاستثمار للتكفل بطموحات كل شاب والمساهمة في التنمية المحلية وفتح فرص لتشغيل الشباب. ميكروفون محمد مكموخ. دخلنا ضمن الاستثمار، ومن خلال ذلك درنا الاستثمار هذا، لقينا باللي الشباب هذا عنده أفكار، وين الافكار هذيك تقدر تعاون الدوله الجزائريه. الحاجه اللي فرحتنا انه شباب حاب يتنظم وحاب يتاطر. الحاجه المليحه اللي اكتشفناها عند الشباب اللي راهم يجيونا وكذا في التاطير، لقينا باللي راه كاين حلول تقدر تساعد، والحلول هذه تساهم في التنميه والنهوض بالولايه. إلى قطاع السكن، عرفت مختلف أحياء مستغانم عملية ترحيل مست فئة العائلات القاطنة بالسكنات الهشة والتي قاربت 600 عائلة. العملية التي استحسن لها العديد من العائلات التي كانت في وضعية مزرية طول منذ سنوات، فيما عبرت فئة قليلة من العائلات غضبها بإقصائها من عملية الترحيل والهدم. أنيس بن حالة رصدت. عمري ما سويت حاجة حتى لهذه السنة، الحمد لله يا ربي، الحمد لله جاب ربي الخير. نورمال حنا ملون دمين، نورمال ندو رانا فلاش انا في المجاري طوبات الطوله. الله لا شوفك، كل خطره يقول لك كل عام كيما هكا. مين جا لوربانيز قال لك انا خاطيني هضر مع الرئيس، مين هضرت معاه قال لك انا خاطيني وحيد بري راسك مع اللجنه. مع من نهضروا حنا؟ مع من؟ مدينه مستغانم فيها عده جهات تحتوي على سكنه هشه، ولهذا السلطات قررت باش يكون في اخذ بعين الاعتبار هذه القضيه، ولهذا خصص عدد كبير من السكنات بما يقارب 600 سكن مخصصه للقضاء على السكن الهش. لا كومين دو مستغانم يا يو اتريبيسيون دو 665 لوجمون ريبارتي سور 3 سيت، دونك لا اوني سور لو برومي سيت. Et c'est une opération qui a commencé le 11 février et ça va se terminer jusqu'à la fin du mois. على النقيض من ذلك، اعتصم أفراد 10 عائلات تقطن بحي كحال رشيد ببلدية الحروش بسكيكدا أمام مقر الدائرة على خلفية قيام السلطات المحلية بترحيلهم بالقوة، رغم عدم استفادة عدد منهم من سكنات باعتبار السلطات المعنية لم تقم بدراسة من دراسة ملفاتهم على الوجه الصحيح. محمد حمادة أرسل التالي. احنا نسكنوا في حي كحال ثلاث ديار، والثلاث ديار هذو يسكنوا فيهم ربعه وحنا ثلاثه وجيراننا الاخرين ثلاثه، ما عطاونا حتى حق يجيو يلوضوا فينا بالسيف الدوله. وين نروحوا دركا حنا؟ الدوله نحاتنا الضو، نحاتنا التريسيتي، نحاونا كلش. الاداره دارت التمييز بيناتنا، طبقت كاين اللي طبقت عليه كل كارني بدار، وكاين اللي طبقت عليه واحد مدت له واحد قصاته. واش دارت دوك السلطات تاع هنا تاع الدائره الدائريه؟ كي راحنا نطرحوا المشكل قال لك خاطينا الشهاده داروه اللي قبلنا. درك واش داروا؟ طيشوا هنا في الشرع، ما نهضروا حنا، قال لك الاداره خرجت في الشرع. رياضيا، تمكن النادي الولائي لرياضة دوتوكاي بمستغانم من حصد العديد من الألقاب المغربية والعالمية رغم اعتمادهم على إمكانياتهم الخاصة بخصوص التنقلات ودفع حقوق المشاركة، إضافة إلى نقص المرافق. أعضاء النادي ينتظرون التفات من السلطات المعنية التي اكتفت بالوعود فقط. أنيس بن حالة رصد التالي. نتوجه بنداء لكل الشباب والرياضيين باش يلتفوا حول هذه الرياضة. الحمد لله رحنا خطينا خطوة عملاقة، مالغي راك تشوفوا بلي الوسائل ماشي حاجة كبيرة ولا، ولكن نطبوا إن شاء الله باش الفيتور يكون كاين دي موايان ولا باش نوصلوا البعيد. شاركت في البطولة المغاربية، وكان عندي مرتبة ثانية، وإن شاء الله يكون عندنا أكثر من هذا الشيء في المستقبل. طون دوموند برك سي تادير باش لي زاتليت يل بوف بوجي سورتو خرجت على لترونجي اي لي ستاج بلوكي، باسكو ما نجموش نديرو لي ستاج بلوكي دونك يا با دو سيفونسيون. حنا نطلبوا من المينيستير باش ان شاء الله يتحرك ويعاون هذه ليكيب ناسيونال تاع طودوكاي باش ان شاء الله يكون النتائج افضل واكبر من هذا
النتائج اللي جبناها. اتحادية الجزائر الكراتي لم تدخر جهد باش تقدم المساعدة نتاعها في تقديم الدعم المادي والمعنوي حتى يتسنى لها من الانتشار لاعتبارات شتى هي ميول الشباب لهذه الرياضة، لأنها رياضة متقاربة كثير برياضة الكاراتيه. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة المحلية، أخبارنا متواصلة دون قطاع. السلام عليكم.